عاد نبغى جوابات والاهات كذا من تحت شوي. اي مقام الرست والعجم جميل كذا السك به فن أصيل وبعدهما الصفا به يا صاحبي دمعي يسيل وبالنهاوند وبالنهاوند والكرد ستلقى لمعنى الود والعطف دليل وإن رمت الأذى وإن رمت الأذان فذا حجاز يداوي النفس للهم يزيل ولحن بالبيات ولحن بالبيات نشيد وجد تدور به الرؤوس وتستميل. والله اعزك وصحبك والله. سؤال عندك يا سعد، تفضل تفضل.